مرحبا، راح نحضر اليوم وصفة الكراوية أو المغلي. بدنا المكونات التالية: كوب من السكر، 50 جرام من بهارات الكراوية، 150 جرام رز مطحون، نص معلقة صغيرة ينسون حب، ونص معلقة صغيرة ينسون مطحون، معلقة صغيرة من القرفة. بدنا جوز فستق حلبي، لوز، وجوز الهند للزينة. هلأ بدنا نخلط كل المكونات الجافة مع بعض، اللي هي الكراوية، السكر، البهارات، والرز المطحون. بعدين راح نضيفهم على 4 كوب من المي الباردة ونخليهم على النار، نحركهم حتى يتجانسوا مع بعض. بعد ما خلطنا المكونات الجافة كلها مع بعض، زي ما حكينا بدنا نضيفها على 4 كوب من المية الباردة، نحطهم على نار متوسطة ونحرك فيهم. بدنا نستمر بالتحريك عبين ما نحس انه الخليط عنا بلش يصير كثيف ويغلو مع بعض. هلا منلاحظ بعد ما فتح عنا الرز، شوفوا كيف صارت كثافة الكراوية. نتركها هلا عبين ما تغلي، اول ما تغلي بنرفعها عن النار. هيك صار عنا الكراوية او المغلي جاهزة. اذا بتحبوها تكون اكتر خفيفة، بتضيفولها بدل 4 كاسات بتحطولها 5 كاسات مي. هلا بتحطوها بالصحون اللي انتو بدكم تقدموا فيها، ومنضيف لها المكسرات. هيك صارت وصفتنا لليوم جاهزة، زاكية كتير، ان شاء الله تحبوها. صحتين وعافية، ما تنسوا تعملوا لنا لايك، سبسكرايب وشير.